مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعر. أهرب وخلفي النوايا والضباب، ولها تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. حبلواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، والعطش في داخلي مخلب ونار، تنهش بروحي أصرخ وأنا أصرخ يا مطر، وأنا أصرخ يا مطر. فندفن تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر.
من هناك. هذا انت؟ انت ما تتوب؟ ما تيوز؟ ما يسدك اني بترك البلاد هاي بسببك؟ تعال تعال تعال. اسمعني انت يا طمه، لا تحسبني انا قاسم الضعيف اللي كنت تشتكوا عليه، لا. الحال الحين تغير، الحين انا اللي بسلمك الشرطه، فهم؟ توبه توبه يا عمي، التوبه ما عاد تعيدها. الحين تقول توبه وتريدني اسامحك وتترياني؟ نسيت نسيت والدي اللي دعمته بسيارتك وخليته مشلول على كرسي؟ نسيت عزيزتك لبنتي؟ نسيت وتريدني اسامحك؟ اذا انا سامحتك من بيسامحني على حق والدي اللي ضيعته وخليته مشلول على كرسي؟ ايش فيكم؟ ايش فيكم دول؟ ايش بتسوني؟ وراكم تتصرخ؟ ايش بتسوي بعد؟ ايش بتسوي يا شيخ مبارك؟ مسكت هذا الحقير متسلل داخل بيتي. انت ايش تسوي؟ ايش تسوي في بيت قاسم؟ قول هلكني، قول ايش عندك؟ انا انت ايش؟ ايش بيقول بعد؟ ايش بيقول؟ انا جايش الفلوس، جاي يسرق الفلوس، فلوس البيت، فلوس علاج داوود. ايش تبغى تسوي فيه؟ صحيح صحيح الكلام، قول اتكلم هلك هلك. قول كنت برد الاهانه اللي حامي حق قدام الناس. انت ايش فيك انت؟ ما صدق اللي سويته في ولده؟ تبى تسرق بعد فلوس علاقه؟ ما بين في عيونك انه ما بلغ عليك؟ انت ايش من ماين انت؟ اقول لك اهلكتني ود الحلال، حتى فلوس علاج ولده رحمك منها. اتصل في الشرطه، اتصل خليهم يجوا الحين يطفروا بذي يزولوا من قدامي. رفعت علامة أبوك فهد. فهد علامة فهد. ما فهمت من السالفة، قطع الخط. سلعة وتصل فيه ولا سير للمستشفى؟ يمكن صار شيء حال أبوه. مات. الله لا قال. فهد خلص رصيدك؟ علامة أبوك. خلاص يا ولدي، أنا بي الحين، مع السلامة. باكر الصباح ان شاء الله جينا المركز ونخلص اقرار ان شاء الله. ان شاء الله. حياك مالله. تصلي يقولي تعال بسرعة، أبوي ما عرف وش فيه، كأنه بيموت. الأطباء دخلوا العناية المركزة وأنا ما عرفت وش أسوي. لقيت نفسي أتصل بدل ما أتصل بطلال ولا جيفر. زين سويت يا ولدي يوم اتصلت بي، زين سويت، بارك الله فيك. كذاك باك الله يخليك يا عمي، ما تقصر أنت في الشوفة دايما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة. أنا ما غريب يا ولدي يا فهد، ما غريب، واللي تبوه طلبوا. أيما كيف صحة أبوك؟ ما أعرف، الدكتور ما قال شيء.
دكتور ابوي بخير؟ طمن، الوالد بخير، كان اللي صار له نهايه الازمه. سبحان الله، الحمد لله. يعني هو تو صحته بخير؟ بخير وفاق من الغيبوبه، بس اعطينا مهدئ عشان الجرح كان قوي. يتسلم عليكم. هذا وش جايب لنا احنا؟ متهم بالسرقه سيد. له سوابق؟ نعم سيدي، تفضل. سير. بتصيروا مسقط؟ متي؟ اليوم اليوم بعسيف؟ قولي للعصر يهينك. إن شاء الله عمتي موزة تقول لك إن اليوم العصر يهينك. زين، بس ها دير بالك على نفسك وعلى داود بعد. إن شاء الله، يلا مع السلامة. مع السلامة. يقول إنه اليوم المسي بيوصله مسقط، سيف بيحجز لهم في الفندق، ومن باكر ان شاء الله بيروحوا للمستشفى. شريفة خير؟ يمي وطلق صفية. صحيح انا في داخلي فرحانة لاني كل يعرفه ويعرف طباعه هالشين، بس اسمه طلاق والطلاق شيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يصل عمقها إلى 4600 متر، حيث تم. أشوف إيش جاية فرحانة. لازم أفرح لأن عن قريب بشوف أخوي. بتصيري لك إعلان؟ لا مسقط. ها بتوديني أشوفه؟ لا.
سلامك يا ولدي. وراك ساكت من يوم ما طلعنا من إعلان وانت ما تقول شيء. ماشي يا عم، بس كنت افكر هوش مرعي سبب لك انت بالذات كل هالمشاكل. مرعي اذيته ضرت ناس وايد، لكن استغل خوفي وضعفي. بس يا ولدي، واذيته هذه من زمان؟ امه وابوه ماتوا وهو صغير وما لقى حد يربيه التربيه الصالحه من يوم صغير وهو يتعرض للناس. وانت؟ انا يا ولدي واحد من هالناس. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ولدي. كيفش عمتي؟ الحمد لله. أبوي كيفش؟ بنت خالي الحمد لله. من شوية أمي قالت لي إن خالي بيكون في مسقط، واتفقت معها نزورها باكر إن شاء الله. بروح معكم أكيد. السما فوق عن إذنكم. وأخيرا بشوف أبوي، ما تتصوري كيف مشتاقة أشوفه هو داود. فكرتي؟ ما عندي كلام غير اللي قلته حال أبوك. وتعتقدي إني أبا شيء من أملاكش؟ تراها شيء مقابل شيء. ممكن تعطيني المقابل؟ ما أقدر. لا تظن أني تعاطفت معك، بس اسمح لك أنت وأبوك تكملوا لعبتكم للنهاية. أنا ما فاهمة كيف متزوجين وكل واحد فيهم عايش في بيت. تفضل يا عمي، هذا مفتاح الغرفة. ايه انت ما بتي معنا؟ لا يا عمي، انا لازم توارف اصحابي. زين، على الاقل يلزم شوية وارتاح من تعب الطريق، وعقب توكل على الله. ما عليك، في راسي اسئلة كثيرة ولازم الاقي لها جواب. حرحت
حليتوا الواجبات؟ ايوه يا ابو. شاطرين. سترك يا رب. هذا اللي تهددين به؟ تفضلي وطلباتك بتتنفذ بدون مقابل. هدية. تعتقد انه ممكن اعطيك الدليل اللي يدين ابوك بهالسهولة؟ يا حضرة المحامي، هذا اللي معك نسخة والاصل ضمتنا معي، وحتى الملف اللي عند ابوك نسخة. عموما مشكور على الهدية. لبى خليك مستريح. وش اللي صار؟ انت رجعت لنا بمعجزه. الحمد لله على سلامتك ابا. انا كنت اغرف النغله بعدين ما حسيت باي شيء. واحد بالحلال شافك تسعف على الطريق والدم يسيل منك، شلك ويابك المستشفى. متى؟ من يومين. يومين؟ ما قلت لك رجعت لنا بمركزة؟ با، انت كنت غايب عن وعي يومين. بسير ازور الدكتور. زين قول لي حويش. راشا ذاتيني. يا من متى تصرخ وجهي؟ لانك مضايق تبي. ما شفت قاسم 25 سنة. يوم ما بشوفه ما تبغى تيجي معي؟ متى بتشوفي خالك قاسم؟ وكيف؟ خالك وصل مسقط بداخل ولده المستشفى. أنا بسير معش. هذا فهد. أيوة فهد. والله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أنا بيك الحين. خالي علي قام وتكلم مع فهد والدكتور فحصه وقال إنه بخير. خلال أنا بسير أشوفه. أنا بعد بيجي معك. يلا يلا يلا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أوف أوف أوف. لازم اتخلص من اي حد يهددني مثل ما تخلصت منهم قبل. قادر اتخلص منهم الحين. هيا خالي وصلنا مسقط بالسلامه. تعرف ابوي في حياته ما احب النقال. خالي انت تبكي؟ لا 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 ما ابكي، بس انا اشتقت لك وايد.
وانت الله يهديك ما تنشدي عني الا اذا انا اتصلت. لا واسمح واسمح. المهم بس طمنينا على صحتك دائما وعلى اهل بيتك. الحمد لله كلنا بخير. خالي هذا سيف وصل، بكلمك بعدين. في امان الله. هاسف وصلت بالسلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامه. خير يا ولدي؟ كأنك متكدر. وش بينش وبين مرعي؟ من؟ سيف وش هالكلام؟ حوش ما خبرتيني عن قضيتش مع مرعي من 12 سنة. أحرجتيني مع زملائي ومسؤوليني. فضحتيني؟ شوفها عندش البارحة قاصر لا تقولي في شعر من كثر الدلال اللي عايشتنا معه. يوم رديت وحى بعض وبعدني عايشة في دلال معه، بس هو اليوم صار مسقط يشوف خالة. خالة بعد أكثر من 25 سنة يطلع طلال خال قاسم. ما بصدق انك حي لين ما اشوفك بعيني. الله يعطيني الصحة اخرين في المستشفى بمشي لك حين ما تكون. ها خالي كنك تذكرت واحد عزيز وغالي عليك. انا وقاسم ناصر الحلاوة الله يرحمه ورجب العري كنا أعز الأصدقاء. باين هو الدليل إنه غاب عنكم كل هالسنين. غيبته وفراقنا بسبب مفرق الجماعات الثياب الذي بتخطف عليه إن شاء الله. ولكن قاسم قرب ونهايتك قربت يا خالي. هذا وانت تطلب الرحمة من رب العالمين طايح دوم في هالمسكين عمي ذياب، والريال ما يجيب طاريك الا بكل خير وانت العكس. لما تعرفين على حقيقته ما بتسمينه المسكين، والكل بيندم على حبه الخايس الثياب.
أقولش يما حلها ملف في المركز عندنا. قريت اللي مكتوب في الملف؟ لا، بس الفكرة في الملف والإحراج. أخاف تكون تسرعت في حكمك عليها يا ولدي. حرام عليك يا أخوي، تغيب عني كل هالسنين. من اليوم ما بفارقي كبدة. هذيلي ولاد كيف؟ خالي حرمتن هاي الكلمة سنين طويلة يا ولدي. وهذا حبيبي طلال. وهيثم انت ما شفته؟ هيثم والله طلع عندي خال موت خال حبيبي. هذا ولد خالك بداوة. لا لا هذي عمتك موزة، عمتك اختي، وهذه الأولاد. أهل يا داود، صار لنا أهل. أول مرة فهمت كلمة وطر من سنة تقريبا، ومن يومها هو تنتظر أن المطر ينزل مرة ثانية. دكتور الحزن الزايد ما يفيد. خلود كانت مثل بنتي. الحزن الزايد يمكن يضرب الجنين. إذا بنت بسميها خلود. قومي روحي البيت استريحي اليوم. وعد يا اختي وعد.
عندي حالك مشروع يكسب ذهب. ما في بارض حمشاريعك سد اللي فيه. انت اسمع الاول. خل اقول. اقول كم مرة نسرق بيوت وما يطلع فيها الشيء وتعبنا يصير على الفاضي؟ وايد. هذا من غير البيوت اللي نكحمها ونحاول نسرقها ويطلع اهاليها مترمسين فيها. عماد لا تطفر بي، قول اللي عندك وبسرعة. كهرباء. ويش تبانا نسرق كهرباء؟ ما الكهرباء الكهرباء، اسلاك الكهرباء، كيبلات الكهرباء. اسمع اسمع، عندي ناس يشتروا اسلاك وكيبلات الكهرباء باسعار حلوة. وين حصلها هذه الكيبلات بعد؟ بسيطة بسيطة يا يمعة، نصير البيوت اللي توها تنبني ومو موصلة فيها الكهرباء نقطع الكيبلات ونبيعها بأسعار حلوة وما نخاف حد يشوفنا، والبيت أصلاً فاضي. ها انت معاي ولا ضدي؟ طبعاً معك. والنص بالنص. يا حين على الثقل يا ثقيل. وعليكم السلام يا بنتي. ها بشري، عمود شافت اخوها؟ شافته وطار الوقت بسوالفهم عن ايام زمان. بدخل حقرته شويه. وش قال بعد؟ ماشي، بس اتمنى لو كنت جاي معنا. بس هي بس يعني ما قال شيء ثاني؟ لا ما قال، بس وعدني ان شاء الله قريب بينا سحر. زين زين سيري ارتاحي، انت تعبانه من الدوب، سيري. صباح الخير. وانت ابن وانا بعد بصير ارقد. صباح الخير. الاهتمام باللي قاله خالي قاسم معناه انه يعرف صح. من باقي ما يعرف؟ انت كيف عايش بهالسر طول هالسنين؟ خبرني. الكل قال بعيد، والقريب انا كنت قادر اسكته. ما اعرف من وين قام يطلعوا لي، ما اعرف. وامي، امي تعرف انك سبب حرمانها من اخوها اكثر من 25 سنه؟